يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا مليئة بالعديد والعديد من الأخبار والكواليس كمان اللي بتضبط مباراة اليوم الهامة جدا ما بين الأهلي والبنك الأهلي في تاني مباريات النادي في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد المباراة الأولى الرائعة في جميع المستويات في الحقيقة، سواء على المستوى الفني، المستوى طبعا الأداء اللي بيتعلق ببعض اللاعبين، الصفقات، كل حاجة بصراحة. بساطتنا في المباراة الأولى أمام الإسماعيلي فوز كبير للنادي الأهلي بنتيجة 4-0، لكن كلنا متعشمين كأهلاوية إن احنا نشوف مباراة أخرى جديدة بنفس الأداء والمستوى من خلال جهازنا الفني المميز مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون، وأيضا لاعبي النادي الأهلي المميزين في الحقيقة جدا. عندنا كمان أخبار بتتعلق بالجانب المحلي، وعندنا مواضيع وقضايا مهمة جدا هنتكلم فيها بشكل مفصل، وكمان عندنا هي الحلقة دسمة شوية، فعشان كده هحاول بقدر المستطاع أقول لحضراتكم كل الجديد من خلال البرنامج النهاردة. عندي حاجة مهمة جدا تتعلق بمحمد الشناوي وآخر التطورات بخصوص مدى إمكانية لحقه بمباراة القمة، ففقرة لاحقة من حلقة الترند النهاردة هقول لحضراتكم كل التفاصيل بشكل كامل بخصوص الشناوي وآخر تطورات برنامجه العلاجي وجاهزيته للمباراة المقبلة. فبالتالي كلام كتير جدا مهم، لكن الأهم تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. وسؤال حلقة اليوم: توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، وصورة جديدة بقى في السؤال اهي، وحاجة حلوة بصراحة، صورة عجباني بصراحة. فتفاعلوا بقى معانا من خلال السؤال ده، وهناخد توقعات حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد، وتوقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة اليوم المهم. كل التوفيق للفريق النهاردة في هذه المباراة. زي ما احنا متعودين البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي الليلة: الأهلي يواجه البنك الأهلي في الدوري، وكمان موسيماني والشناوي مرشحان لجوائز الأفضل في العالم ما شاء الله، وصلاح ينافس ضمن جوائز الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. طيب النهاردة في ماتشات كتير جدا مهمة في الحقيقة في معظم الدوريات، لكن الدوري المصري ممتاز وممتع ومثير وحاجة يعني تحفة. أول أسبوعين كده ماتشات كلها ضرب نار طحن متعة بصراحة، الواحد بقى مبسوط لدرجة إن امبارح مباراة الاتحاد السكندري مع فيوتشر كانت بتتزامن مع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام. قوة وإثارة المباراة بتاعت الاتحاد وفيوتشر خلت الواحد مش عارف يتفرج على مانشستر وتوتنهام اللي هو في الدوري الإنجليزي، فده إن ده اللي يدل على إيه؟ يدل على مدى التطور الفني اللي موجود في الأندية في الدوري المصري ومدى جودة هذا المنتج الدوري المصري في الحقيقة، فحاجة الواحد مبسوط من خلالها جدا. لكن خلينا نتكلم على المباريات النهاردة استكمال الجولة الثانية من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز. في ماتشين اتلعبوا ابتدوا الساعة 3 العصر: سيراميكا مع الإسماعيلي، سيراميكا فاز بنتيجة 2-1. المباراة الثانية كانت ما بين المقصة والجونة، المقصة فاز بنتيجة 2-0 في مفاجأة في الحقيقة، لأن المقصة احنا عارفين ما عملش تدعيمات، لعيبة كتير جدا مشيت عكس الجونة نوعا ما عملوا بعض التدعيمات. النهارده كمان بعض المباريات الاخرى الساعه 5:30 ماتشين جامدين قوي: طلائع الجيش مع الزمالك وفاركو مع بيراميدز، والماتش الاهم بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله الساعه 8 بالليل ما بين الاهلي والبنك الاهلي. ده بخصوص مباريات الدوري المصري. اما فيما يتعلق بمباريات اليوم في الدوري الانجليزي استكمالا للجوله العاشره: نوريتش سيتي مع ليدز يونايتد، الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. ايضا مباراه اخرى الساعه 6:30 مهمه ما بين استون فيلا وويست هام يونايتد. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الاسباني ففي مباراه اتلعبت الساعه 3 العصر ما بين كاديش وريال مايوركا انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. 5:15 اتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، الساعه 7:30 ختافي مع اسبانيول، الساعه 10 بالليل ريال سوسيداد مع اتلتيك بلباو. اما بخصوص الدوري الايطالي فالنهارده الانتر فاز على اودينيزي في مباراه ابتدت الساعه 1:30 بنتيجة 2-0 بهدفين لكوريا، والساعة 4 العصر فيورنتينا مع سبيزيا، مباراة الشوط الأول بتاعها خلص تقدم فيورنتينا بنتيجة 1-0. الساعة 4 أيضا في نفس التوقيت جينوا مع فينيزيا، التعادل السلبي بدون أهداف، ساسولو مع إمبلي، في نفس التوقيت أيضا تقدم ساسولو على إمبلي بنتيجة 1-0.
الساعه 7 ساليرنيتانا مع نابولي، مباراه ايضا في الدوري الايطالي، وروما الساعه 10 الى ربع بالليل مع ميلان في قمه هذه الجوله من هذا الدوري المميز. واخيرا الدوري الالماني النهارده بعض المباريات، اوجسبورغ مع شتوتغارت، التعادل الايجابي 1-1 في مباراه ابتدت الساعه 4 ونص عصرا. نجمنا المصري عمر مرموش مش بيشارك في هذه المباراه بداعي الاصابه. بورشيا مونشن جلادباخ هيلعب مع بوخم، مباراه في تمام الساعه 6:30 مساء. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. التفاصيل كلها هتكون معانا بعد الفاصل، تفاصيل مهمه جدا جدا، عشان كده لازم تستنوا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. في احدى البرامج كده بيسال دايما سؤال واحد، يعني في احدى البرامج بيسال سؤال مكرر وممل جدا، اكيد انتوا عرفتوا ايه السؤال. يعني هو سؤال مكرر وممل، كل ما بقى مش لاقي حاجه في دماغي اسالها دلوقتي فاروح سال ايه، هو شناوي في حته تانيه؟ هو ده السؤال المكرر والممل، بتشوفه في التلفزيون وبتشوفه من خلال الإذاعة مثلا. طبعا الشناوي في حتة تانية. طبعا الشناوي فارق عن أقرب منافسيه في مصر بشكل كبير جدا وبفرق كبير جدا. هل إحنا بنبالغ؟ هل مثلا الناس اللي رأيهم زينا كده بيبالغوا؟ لا مش بيبالغوا. طب تعالوا نتخيل كده مع بعض إن البرنامج ده جاب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على الهاتف على التليفون في مداخلة، اللي هو خلينا نروح سريعا أو خلينا نروح لمداخلة مهمة مع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. هيروح سأل، أيوة يا اتحاد يا دولي يا تاريخ يا بتاع التاريخ والإحصاء، هو الشناوي في حتة تانية؟ هيبقى نفس السؤال، هيقول له طبعا الشناوي في حتة تانية. ليه الشناوي في حتة تانية؟ لأن الشناوي مصنف من ضمن أفضل 20 حارس في العالم، وده اللي أعلن عنه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء امبارح. وحاجة لازم نفخر بيها، وحاجة لازم نفرح بيها، حتى لو هيطلع هو مثلا الحارس رقم 20 على العالم مثلا، يعني هو ممكن يكون أصلا في ترتيب آخر غير كده. تخيل مثلا طلع ال 15، طلع العاشر، يا سيدي طلع العشرين، فدي حاجة جامدة جدا، حاجة ممتازة من حارس كبير بمقومات كبيرة بشخصية رائعة على المستوى القيادي في الملعب بمميزات عديدة وعديدة وعديدة وإنجازات، طبعا ناهيك عن إنجازات الكتيرة سواء مع المنتخب أو مع نادي النادي الأهلي. فمعنى الكلام ده إيه؟ معناه إن فعلا الشناوي في حتة تانية. تعال نشوف كده أبرز الحراس، يا ريت تجيبوا لي الصورة تاني، أبرز الحراس اللي مع الشناوي أو اللي الشناوي طبعا معاهم في العالم، يعني دول 15 اسم مثلا. تعال بص الاسماء كده، دوناروما حارس باريس سان جيرمان ومنتخب ايطاليا اللي كان معاهم اليورو اللي فات، كورتوا حارس كبير كبير جدا جدا حارس ريال مدريد، محمد الشناوي حارس النادي الاهلي وحارس منتخبنا الوطني، بيكفورد حارس ايفرتون ومنتخب انجلترا، ديخيا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب اسبانيا، نوير طبعا العظيم الكبير جدا جدا حارس بايرن وحارس منتخب المانيا، ايدرسون طبعا ديخيا منتخب اسبانيا، ايدرسون حارس منتخب البرازيل وحارس مانشستر سيتي. بص الاسماء، بص الاسماء، الشناوي مع الناس دي او الشناوي في حته تانية. هي دي الحته التانيه بقى، هي دي الحته التانيه اللي الناس دايما بتحاول تسال فيها وتحاول تقول لك ايه، لا اصل هو انا بسال السؤال ده عشان الاقي اجابات تقول لي لا اصل الشناوي مش حته تانيه، لا 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 في ناس قريبه من مستوى، لا طبعا الكلام ده مش حقيقي، مفيش حد قريب من مستوى الشناوي هنا في مصر، في ناس مستواها مميز تقدر توصل لمستوى الشناوي مش بدون مبالغه والله، وهقول لكم عليهم دلوقتي. تعال نكمل الاسماء، مندي احد اهم العناصر في تشكيله تشيلسي، حارس تشيلسي ومنتخب السنغال، مارتينيز اللي ساهم في بطوله مهمه جدا للارجنتين، حارس مميز جدا، اوبلك حارس طبعا اتلتيكو مدريد، جالوتشي حارس ريد بول سالزبورغ الالماني، كيلور نافاز باريس سان جيرمان، اليسون حارس ليفربول، اونانا حارس اياكس امستردام، وكاسبر شمايكل حارس فريق ليستر سيتي الانجليزي. يعني فانت لما تلاقي الشناوي في المكان ده يبقى لازم انت كده من نفسك تبقى عارف الشناوي فعلا في حته تانية، وما تحاولش ان انت تقلل من قيمه الشناوي. انا بقراها كده بصراحه، انا بشوف ان السؤال ده لما بيتكرر يبقى في تشكيك في الموضوع، لا الموضوع مش محتاج تشكيك. ومع ذلك
الشناوي موجود في مكان تاني، لكن في بعض الحراس المميزين في الدوري المصري، لازم الكلام يبقى منطقي برضه، ولازم الكلام بيبقى بموضوعيه. في مثلا ابو جبل، انا بديك مثال ايه من نادي الزمالك اهو، ابو جبل حارس مميز عنده مقومات ممتازه لحارس ان هو يكون كبير، وهو فعلا من اكبر الحراس في مصر دلوقتي، يجي في المرتبه الثانيه على طول بعد الشناوي بوضوح. في بسام حارس طلاع الجيش، حارس جيد. في اكتر من اسم مميز جدا في الحقيقه في الدوري المصري يعني. في محمد صبحي حارس الزمالك المعار لفرق، برضه من الحراس المميزين جدا يعني، وحارس شاب وليه مستقبل كبير يعني. ففي حراس في طريق الوصول للمكانه اللي وصل لها محمد الشناوي. انا اتمنى على المستوى الشخصي، انا اتمنى ان لما يبقى في حد بيحلل او حد بيسال السؤال يساله بمنتهى الموضوعيه، وما يبقاش في تكرار ممل للسؤال ده، انا بسمعه تقريبا في اليوم 10 مرات، او عشان ابقى منطقي يوم مرتين في اليوم. فالرد جه من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، ورد واضح جدا بان الشناوي فعلا موجود في حته تانية. ده فيما يتعلق بالشناوي وترشحه لهذه الجائزه، وانجاز كبير جدا مجرد الترشح في الجزئيه دي بالنسبه لحارس مصري وحارس النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى له يا رب التوفيق دايما. وعندي تفاصيل مهمه قوي عن الشناوي هقولها لحضراتكم لاحقا. طيب، مش بس الشناوي اللي من الاهلي اللي مرشح من ضمن هذه الجوائز القائمه يعني. عندنا كمان مين؟ مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، اللي الناس دايما، بعض الناس مش عايز اقول الكل يعني، من هم محللين ومن هم يعني بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يظهروا الراجل في صوره لا يستحقها، بانه مدرب ما عندوش فكره وانه مدرب فاشل وبتاع. برضو الرد جه من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ان موسيماني مش بقى، انا فاكر حضرت المؤتمر الصحفي، او مش المؤتمر الصحفي، هو كان مؤتمر من الكابتن محمود الخطيب للجمعيه العموميه والمؤتمر العام، وكان الكابتن محمود الخطيب لما جه يتكلم عن مستر بيتسو موسيماني، كان ده من 10 ايام تقريبا، قال لك احنا لما جينا نجيب بيتسو موسيماني لقينا ان هو من افضل 50 مدرب في العالم. لا، ده كان افضل من افضل 50 مدرب في العالم. دلوقتي بقى الجديد ايه؟ ان موسيماني من افضل 20 مدرب في العالم، او من افضل 23 او 24 مدرب في العالم. فده لو ده اللي يدل على ايه برضه؟ يدل على ان المدرب ده مدرب كبير، ومحاولات التقليل منه هي محاولات غير منطقية، رغم ان حق اي حد ان هو ينتقد ويحلل مفيش مشكلة، بس في تجاوزات مبالغ فيها، ممكن يحصل بعض التجاوزات من قلة من الجماهير، لكن لما الاقي تجاوزات من ناس مفروض بتفهم في الكورة وناس محللين مع كامل الاحترام ليهم، فده علامة استفهام بالنسبة لي يعني. فموسيماني مدرب كبير، طبعا مدرب كبير، مدرب مرشح انه يبقى افضل، مش هقول انه هيبقى افضل مدرب في العالم، بس من افضل 20 مدرب في العالم. يستحق كده؟ يستحق. ارقامه وبطولاته هي اللي تقول. الراجل جايب مع الاهلي 2 افريقيا، 1 سوبر افريقي، 1 كاس مصر، في بطولات كمان جايه في السكه. في تطورات وتطور واضح جدا في اداء النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي، ولسه هنتكلم على الجزئيه دي. تعالى بقى نشوف الاسماء اللي موجود معاها موسيماني، ابرز الاسماء عشان مش هقول لحضراتكم الاسماء كلها يعني. عندك مين؟ بيب جوارديولا طبعا، من اعظم المدربين، مانشستر سيتي. ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان. زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق. اوناي امري مدرب فيا ريال. عندك كمان سولجر، رغم ان انا بختلف في الجزئيه دي شويه، لكن هو مدرب مانشستر يونايتد برضه من المرشحين يعني. عندك هانز فليك مدرب بايرن السابق اللي فاز على النادي الاهلي في كاس العالم بنتيجه 2-0 في مواجهه موسيماني، ومدرب المانيا الحالي منتخب المانيا. عندك ناجلزمان طبعا مدرب لايبزيج السابق وبايرن الحالي. عندك دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد. انطونيو كونتي مدرب الانتر السابق. دول ابرز الاسماء يعني، اسماء كلها كبيره. فلما موسيماني مدرب النادي الاهلي يتحط في المكانه دي برضه، فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه للمدرب ده، وبالنسبه لجنوب افريقيا كدوله، وبالنسبة لنا احنا كنادي اهلي يعني. وان يبقى الدوري المصري فيه واحد من افضل المدربين في العالم، فدي حاجة جيدة جدا. فيستحق موسيماني، وان شاء الله احنا مستنيين منه الكتير جدا جدا. وانا في الحقيقة من الناس المقتنعة جدا والواثقة جدا جدا في مستر بيتسو موسيماني، لان مش سهل قوي ان احنا نقول على مدرب انه فاشل وهو جايب انجازات كتير جدا، سواء مع النادي الاهلي او مع فريق صن داونز. لكن انت كالعادة وطبيعي، وهي دي الحياة، انت في مجال عملك، انت اللي بتتفرج عليا دلوقتي،
بتوصل للقمه وبتفضل تطلع كده، تطلع توصل للقمه، وبعد ما بتوصل للقمه بيجي بيحصل لك دروب في شغلتك، في اي حاجه، في مجال عملك، اي حاجه انت بتشتغلها، وبعد كده بتحاول تطلع تاني. هي الحياه كده. الاهلي كان مع موسيماني طالع ماشي، ابتدى يبقى فيه دروب، بس الاهلي في طريقه للصعود دلوقتي مع موسيماني برضه. فلازم كل حاجه برضه يا جماعه تبقى بالمنطقيه، وبالتاريخ كمان هو اللي يحكم ويقول. يعني برضه في مدرب عربي، دي حاجه مميزه بالنسبه لنا كعرب، يعني معين الشعباني مدرب النادي المصري الحالي ومدرب الترجي السابق في هذه القائمه. ده فيما يتعلق بهذه الجوائز. كمان صلاح نجمنا المصري مرشح ان هو ياخد افضل لاعب في العالم برضه من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. وصلاح مش محتاج مننا كلام، يعني مش احنا اللي هنقيم صلاح او اي حد، لانه هو فعلا الفتره الحاليه هو افضل لعيب في العالم. ده فيما يتعلق بهذه الجوائز وهذه الانجازات المميزه بالنسبه لنا كمصريين. طيب النهارده مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي امام البنك الاهلي. البنك الاهلي لما هتيجي تقول اسمه كده هتفتكر ان احنا اتعادلنا معاه مرتين السنه اللي فاتت، في الدور الاول 0-0 وفي الدور الثاني 1-1، وكان احد الاسباب اللي عطلت النادي الاهلي في مشواره في الحفاظ على اللقب، لقب بطوله الدوري. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي لقطات حاليه حصريه من مقر اقامه النادي الاهلي قبل ساعات قليله جدا من انطلاق مباراه اليوم الهامه في الجوله الثانيه من الدوري المصري. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. لكن قبل ما اتكلم على البنك الاهلي ما ينفعش ابدا ما اتكلمش عن ماتش الاسماعيلي اللي فات، واحنا برده مش بنحب ان احنا نضخم الامور وان احنا نبالغ في مثلا الفرحه بالاداء، الفرحه بالصفقات الجديده، الفرحه بالنتيجه الكبيره، لا كل حاجه بنحطها في حجمها. لكن فعلا حصل تغير لاداء النادي الاهلي في المباراه الاخيره. فعلا الصفقات الجديده عملت مباراه مميزه، ابرزهم الاثنين اللي في الصوره دول، ميكيسوني وايضا بيرسي تاو اللي جاب هدفين في اول مباراه ليه رسميه مع النادي الاهلي. اللي عجبني كمان في الماتش ده ايه؟ ان الاهلي لعب بالخمسه الاجانب. هو ده الصح. انت ممكن يكون عندك اجانب مش بالمستوى المطلوب، فبالتالي يبقوا على الدكه، يبقوا بره القايمه. لكن النادي الاهلي، النادي الاهلي بقيمته وقامته واسمه الكبير، لازم لما يتعاقد مع اجانب الخمسه يكونوا بمستوى عالي جدا عشان الاقيهم في الملعب. كان بدري بيلعب، علي معلول بيلعب، ديانج بيلعب، ميكيسوني بيلعب، وبيرسي تاو بيلعب، والخمسه ادوا بشكل مميز، وواضح الفرق الكبير مع النادي الاهلي في هذه المباراه من خلالهم، بخلاف كل العناصر، قفشه والسوليه وكل اللعيبه الموجوده عشان ما انساش حد، يعني علي لطفي برضو، عمار حمدي لما نزل، احمد عبد القادر. هي دي، هو ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم لو تفتكروا بعد ماتش طلائع الجيش وبعد ماتشين الحرس الوطني، لما كانت الناس بتنتقد الاداء. يا جماعه اصل ما كانش في حاجه اتغيرت، قلنا لحضراتكم كده القايمه هي هي. لما العناصر الجديده تخش المعارين بالصفقات بالتوليفه الجديده مع افكار الراجل اللي عايز يطبقها مع العناصر دي، هتشوفوا الاهلي بشكل مغاير، وده اللي حصل في ماتش الاسماعيلي. ما كناش بندافع لمجرد الدفاع. ففعلا اتمتعنا بالاهلي، الواحد اتمتع بالاهلي في ماتش الاسماعيلي. مستنيين الاستمراريه بقى، وده الاهم. مباراه كبيره عملناها، لكن الرقصه دي طبعا حلوه قوي، يعني رقصه كده هتبقى علامه مسجله يعني، وهينتظرها جمهور النادي الاهلي كل مباراه ان شاء الله من بيرسي تاو. لكن الاستمراريه هي الاهم، ان الاهلي يستمر بهذا المستوى. هيبقى في صعوبه في الاستمراريه عشان نبقى واقعيين، لان انت مش بتلعب نفسك، انت بتلعب منافسين اقوياء، وادينا شايفين الدوري السنه دي حاجه جامده جدا، المنافسه فيه هتكون جامده جدا. عوده الجمهور كانت مهمه، حتى لو عدد قليل جمهور الاهلي بيفرق. فان شاء الله مباراه النهارده كمان نلاقي افضل وافضل من النادي الاهلي من خلالها باذن الله تعالى. عشان نطمن على المباراه النهارده واخر استعدادات النادي الاهلي قبل ساعات قليله جدا، حوالي ايه ساعتين ونص تقريبا قبل المباراه، نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم ازيك؟ مساء الخير عليك زميلي العزيز امير، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، يعني قول لنا كل الاخبار اللي بتتعلق باخر استعدادات النادي الاهلي وكل الكواليس تحديدا. الاستعدادات خلاص كانت لحد امبارح، لكن الكواليس ومقر اقامه الفريق، المحاضرات مستر بيتسو موسيماني، الحاله المعنويه كمان عند الجهاز الفني واللاعبين بعد المباراه الاولى، والتميز اللي كان واضح جدا من النادي الاهلي. ايه الجديد عندك وايه اخر الكواليس بخصوص مباراه اليوم وقبل انطلاقها بساعات قليله؟
يعني بداية طبعا ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق النهارده للعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني بيتسو موسيماني في مباراة غاية في الاهمية النهارده. يمكن بدأنا بداية رائعة واكثر من رائعة الحقيقة زميلي امير في مباراة الاسماعيلي، مش عشان الفوز 4-0 الحقيقة، لكن يمكن انا يمكن سامعك وانت بتتكلم الاداء والشكل العام والشخصية المدرب الحقيقة، لان احنا كنا اتكلمنا امير طبعا على دي مهمة قوي يا كريم. بقى خلي بالك معلش بدون مقاطعة كلامك يا كريم، بدون مقاطعة كلامك، اهو اصل الاهلي على طول كان بيكسب، يعني الاهلي على طول بيكسب، بس احنا كان ناقصنا فعلا حته ان احنا نتمتع بالاهلي في الملعب. اه احنا بنكسب وبنفرح بالمكسب لان المكسب اهم، لكن جمهور الاهلي الذواق دايما كان ناقصه حته الاداء الكويس، المتعه، نبقى نايمين مبسوطين من الاهلي ونصحى فرحانين بالاهلي يعني. وده اللي شفناه من خلال مباراه الاسماعيلي. بالتاكيد طبعا زميلي امير زي ما انت بتتكلم بالظبط، طبعا هي المتعه وشكل اللعيبه والاصرار الكبير اللي احنا شفناه مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن امير نجاح المهمه ونجاح الخطه ونجاح الشكل يرجع للاعبين الحقيقه، لان تركيزهم وحفظهم الجمل التكتيكيه الحقيقه اللي كان بيتسو موسيماني حريص جدا ان هو يشتغل معاهم الفتره دي الاخيره قبل مباراه الاسماعيلي، فكان مجهود كبير جدا. الناس استغربت طبعا من الشكل ومن الاسلوب، بيرسي تاو هيلعب ايه، لكن الحقيقه يعني اداء اكثر من رائع لكل الوافدين الجدد. مش هنسى حد طبعا، لكن على راسهم طبعا بيرسي تاو اللي بنتمنى اكثر من كده منه كمان. يعني عدينا بقى مرحله الانسجام دي خلاص، ما بقيناش نشوفها، ما بنشوف حاله زي بيرسي تاو ان هو يكون على طول من التدريب للمباراه ويظهر ويحرز هدف واثنين وهدف اوف سايد. فالامور دي الحمد لله بتدينا طمانينه وبتدي كمان للجهاز الفني وايضا كمان جمهور النادي الاهلي الطمانينه الكبيره ان القادم ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا زميلي امير في مقر النادي الاهلي بالجزيره يوم اعتيادي، وخاص طبعا كالعاده قبل كل مباراه الفطار. انت عارف طبعا يعني بنتكلم بشكل عام على الفتره وعلى المرحله وعلى الفتره اللي جايه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. مقر عفوا فندق الاقامه، عفوا طبعا فندق الاقامه. طبعا احنا بنتكلم على المرحله ومرحله الفتره اللي جايه مهمه جدا محتاجه تركيز الحقيقه. بيتسو موسيماني النهارده اتكلم مع لعيبه، كل يمكن فتره بيتكلم مع لعيبه بعد الفطار بيكون في تجمع بسيط من اللاعبين، ثم موسيماني بيتكلم مع بعض اللعيبه، بيتكلم مع ميكيسوني، بيتكلم مع بيرسي تاو، النهارده كان بيتكلم مع احمد عبد القادر، علي لطفي كمان مع ميشيل. في الحقيقه في تركيز كبير جدا الفتره اللي فاتت تحديدا النهارده، لان المباراه صعبه، مباراه البنك الاهلي يمكن كسبانين 3-0 وكسبانين فرقه كبيره زي طلائع الجيش وادوا اداء مميز جدا، فمحتاجه مجهود كبير جدا للعيبه النادي الاهلي وايضا كمان قياده فنيه اكثر من رائعه بنتمناها وبنأملها في كل مباراه لبيتسو موسيماني. انتهت طبعا المحاضره الفنيه من لحظات بسيطه زميلي امير، الامور طبعا الخاصه بالتكتيك، الثغرات، نقاط القوه والضعف، كل الامور الحقيقه اللي اشتغل عليها الجهاز الفني خلال الايام الماضيه. بنامل وبنتمنى النهارده ان شاء الله ان كل الامور دي تكون النهارده في المستطيل الاخضر في 90 دقيقه النهارده، بنأملها ان شاء الله بنتمناها باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. غياباتنا طبعا يا امير انت عارف ديانج النهارده بيغيب، وليد سليمان، صلاح محسن، بتولي الشناوي، محمود وحيد، طاهر، محمد طاهر، لكن برغم الغيابات دي عندنا سكواد مميز جدا وعندنا عدد كبير من اللعيبه، ودي الحيره الحقيقه اللي كنا بنتمناها تكون معانا على طول الفتره اللي فاتت، ان يكون في عندك اكتر من لاعب، مهما حد بيغيب نقدر نوظف ونقدر كمان اللي يتوظف في مكان غير مكانه يؤدي اداء مميز جدا. مثال بسيط طبعا هو اكرم توفيق اللي النهارده ممكن نشوفه في مكان غير مكانه. انا طبعا مش عايز احرق التشكيل طبعا من خلال رؤيتنا، لكن النهارده ممكن نشوف اكرم في مكان غير مكانه، ممكن نشوف قفشه في مكان غير مكانه، هي دي اللي احنا كنا بنتمناها، ان اللعيب يتواجد في مكان غير مكانه لكن اداء يكون على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله. للتحضير وكل الامور اللي فاتت دي تكلل بكل النجاح ان شاء الله للاعيبه النادي الاهلي. ومش هنسى طبعا زميلي امير وجود جمهور النادي الاهلي الحقيقه للنهارده، يعني كنا بنتمنى وبنامل ان جمهور النادي الاهلي يكون متواجد بكثافه، لكن الحقيقه من خلال معلوماتنا اللي بتجينا طبعا من استاد السلام حضور جمهور النادي الاهلي طبعا ان شاء الله باذن الله يكون له طابع السحر والسند الحقيقي للنادي الاهلي، الهتاف والتشجيع، لعيبه كانت مفتقداه بشكل كبير جدا الايام الماضيه. فمع التوليفه ومع الاداء ومع فكر موسيماني وشخصيته جمهور النادي الاهلي كمان النهارده ان شاء الله مع كل الامور دي باذن الله النهارده نشوف مباراه كبيره نتيجه تكون تليق باسم النادي الاهلي، ويا رب بس ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات، هو ده الاهم. يا رب ان شاء الله يكون المباراه من نصيب النادي الاهلي زميلي امير. يا رب باذن الله يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من مقر اقامه النادي الاهلي قبل ساعات قليله قوي من انطلاق مباراه اليوم الهام امام فريق البنك الاهلي المميز والقوي في الحقيقه، واللي ابتدى الدوري بشكل مميز بالفوز في المباراه الاولى بنتيجه 3-0. خليني اقول لحضراتكم وافكركم بقائمه الفريق لمباراه اليوم اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني، واللي شهد التغيير الوحيد هو غياب ديانج بسبب حصوله على البطاقه الحمراء، هيغيب للمباراه دي بس ويرجع في المباراه القادمه. ودخل مكانه في القائمه كريم فؤاد وافد النادي الاهلي الجديد، فموجود علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء وياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد، عمرو السولية، حمدي فتحي، اكرم توفيق، محمد مجدي، قفشه، كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو، ميكيسوني، احمد عبد القادر، وعمار حمدي، ومحمد شريف، وحسام حسن. انتوا متخيلين كمان يا جماعه لما قرينا القائمه دي ولما شفنا الماتش اللي فات قدام الاسماعيلي كانت الدكه عامله ازاي؟ قائمه النادي الاهلي هي اقوى قائمه في افريقيا، وده امر حقيقي ومن غير اي مبالغه يعني. فان شاء الله بس الاهم التوفيق ان شاء الله والاستمراريه. خليني اقول لحضراتكم قبل ما اطلع الفاصل كمان حكام مباراه اليوم ما بين الاهلي والبنك.
حكم ساحه محمود عاشور، حكم مساعد شريف عبد الله، حكم مساعد تاني احمد لطفي، حكم رابع محمد التبعي، حكم فيديو عبد العزيز السيد، مساعد حكم فيديو حماده الجلاوي. دي قائمه حكام مباراه اليوم ما بين الاهلي والبنك الاهلي، اتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب بعد الفاصل عندي قضيه وموضوع مهم جدا، وعندي تفاصيل غايه في الاهميه بخصوص محمد الشناوي، هي تفاصيل حصريه جدا، استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني ابتدي بموضوع الشناوي والتطورات اللي بتتعلق بحالته ومدى امكانيه لحقه بمباراه الزمالك يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في الجوله الثالثه من بطوله الدوري، فركز معايا يعني بالتفاصيل التفاصيل بشكل مهم جدا بخصوص الحاله بتاعه الشناوي. الشناوي طبعا هو ابتدى يشارك في التدريبات بقاله حوالي 3 ايام بشكل جيد، يعني موقفه ايه بقى من اللحاق بمباراه القمه؟ خلينا ناخدها واحده واحده. رقم واحد العضلة الخلفية التأمت بنسبة 100%، بنسبة 100% حصل التئام للعضلة الخلفية بعد المزق اللي اتعرض ليه محمد الشناوي. طيب الالتئام ده بياخد وقت قد ايه؟ اسبوعين، عدى اكتر من اسبوعين، فهو الالتئام يعني حصل بنسبة 100%، ده امر مؤكد. رقم اتنين، وخلي بالك الالياف اللي بتبقى حوالين العضلة، انا بحاول بس ايه اقول المصطلحات الطبية، الالياف اللي بتبقى حوالين العضله لسه مش بالقوه المطلوبه. الالياف اللي حوالين العضله لسه مش بالقوه المطلوبه. ده معناه ايه؟ معناه ان الشناوي لسه مش جاهز. يعني جاهز بنسبه كام؟ جاهز بنسبه كام؟ بنسبه 70 او 80%. طيب يعني لحد امبارح الشناوي يقدر يلعب المباراه؟ يعني لو المباراه كانت النهارده كان الشناوي يقدر يلعب؟ طبعا لا، بدليل ان هو ما لعبش مباراه البنك الاهلي. لو استمرت الحاله كده هيبقى في صعوبه بخصوص لحق الشناوي مباراه يوم الجمعه. النهارده انا سمعت تصريح كده وانا جاي في الطريق من المنتخب تقريبا، حد بيقوله يعني على لسان حد من المنتخب، ان الاهلي ابلغ المنتخب بجاهزيه الشناوي انه هيلعب ماتش القمه. الكلام ده مش حقيقي يا جماعه، الكلام ده لحد اللحظه دي وانا بتكلم معاكم ده مش حقيقي. فالشناوي رقم واحد العضله التأمت بنسبه 100%، الالياف اللي حوالين العضله لسه ما التئمتش او لسه مش بنفس القوه، بتاخد بعض الوقت، لكن المحاولات قائمه وفرص لحقه بالمباراه قائمه. فرص لحق الشناوي بالمباراه قائمه، ده هيترتب على ايه؟ هيترتب على تطور الحاله على مدار الايام القليله المقبله لحد يوم الخميس. طب هتقول لي ازاي بيشارك في التدريبات؟ هقول لك ان هو بياخد جرعات تدريبيه مش بقوه كامله او مش باحمال زائده، علشان العوده للتدريبات بتبقى بشكل تدريجي، بيشارك في كل الفقرات بس بصوره اقل نسبيا من زملائه الحراس في الفريق. انا كاتب لكم حتى النقط عشان ما انساش حاجه ايه، واقول لحضراتكم كل الامور. طيب ايه اللي خلى في تطور ايجابي في حاله محمد الشناوي لحد اللحظه اللي احنا فيها دي؟ رقم واحد التزام اللاعب نفسه، سواء فيما يتعلق بالبرنامج التأهيلي والعلاجي بتاعه أو فيما يتعلق بحقن البلازما وما شابه ذلك، في استجابة كبيرة جدا للعضلة لمحمد الشناوي. الموضوع ده بيختلف من لاعب لآخر أو من حالة لأخرى، مع الشناوي كان الأمور ماشية بشكل إيجابي جدا وده اللي ساعد في عودته سريعا للتدريبات. تمام؟ طيب إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ إيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية دي؟ هقول لحضراتكم بالظبط. النهاردة الشناوي راحة سلبية، راحه سلبيه، في الفريق عنده ماتش، كان ممكن يكون عنده تدريبات مثلا الصبح او حاجه، لا طبقا لبرنامجه التاهيلي كان القرار ان النهارده يكون راحه سلبيه للشناوي. بكره ايه اللي هيحصل؟ هيشارك باذن الله تعالى محمد الشناوي في التدريبات بجرعات تدريبيه اقوى واحمال تدريبيه اعلى نسبيا برضه، علشان يتم متابعه الحاله ومدى تطورها الايجابي في مشوار محاوله لحاق الشناوي بمباراه القمه. ولو ما لحقش الشناوي طبعا عندها علي لطفي حارس كبير وحارس مميز وبيأدي بشكل جيد يعني، لكن الشناوي طبعا كقائد مهم جدا بالنسبه للفريق في الملعب وكامكانيات طبعا ما حدش يقدر يختلف عليها. دي قصه الشناوي كلها وفرص لحقه مباراه القمه. يعني خلينا نقول لحد دلوقتي فرص لحقه 70 او 80%. هتزيد بقى مع الايام اللي جايه الله اعلم، ده اللي هنشوفه وهنترقبه وان شاء الله باذن الله يكون جاهز بنسبه 100% على يوم الخميس لو الامور ماشيه بالشكل الجيد اللي هي ماشيه بيه حتى هذه اللحظه. ده بخصوص محمد الشناوي وكل التفاصيل الخاصه بامكانيه لحقه مباراه الزمالك. طيب عندنا اصابات ثانيه،
عندنا صلاح محسن. صلاح محسن في توضيح مهم جدا بخصوصه، لان البعض قال ان هيبقى في جراحه لصلاح محسن وكلام من ده. هو عنده شرخ اجهادي في مشط القدم، فاتعمل له اشعه وهيتعمل له اشعه ثانيه بكره عشان يشوفوا ايه الاخبار بالظبط والامور وصلت لفين وايه التطور بخصوص حالته. ولو طلعت الاشعه دي كويسه هيبقى صلاح محسن ناقص له حوالي بالظبط اسبوع ويشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي بشكل طبيعي. الموضوع مترتب على الاشعه الجديده اللي هتتعمل بكره للاعب. وليد سليمان اخيرا في ملف الاصابات، وليد كان جاله ارتجاج في المخ، ارتجاج خفيف في المباراه بتاعه الحرس الوطني هنا في مصر. بكره هيكون عنده جلسه تقييم للحاله الذهنيه. الجلسه دي بتاخد مده قد ايه؟ بتاخد حوالي نص ساعه. بناء على التقييم ده هيتم تحديد امكانيه مشاركته في تدريبات بكره او لا. بس بنسبه كبيره وليد سليمان بنسبه كبيره ان شاء الله طبقا للحاله والتقييم ده اللي هيحصل هيكون باذن الله ايجابي ويشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل طبيعي. انا قبل ما اطلع الفاصل عايز اشيد كل الاشاده في الحقيقه بالجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، لان احنا كان في فتره من الفترات كان عندنا مشاكل وكان اصابات بتطول وامور كتير جدا. لكن لما جه موضوع بيرسي تاو مزق في العضله الضمه، الناس قالت لك اصابه مزمنه كالعاده ومفيش الكلام ده، والناس حطت مدد كبيره جدا لغياب اللاعب. اللاعب رجع وبيشارك ومنتهى القوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبيحرز هدفين والامور ماشيه كويس. ده بعد المجهود الطبي الكبير يتعامل معاه. قفشه فتره من الفترات كان مصاب، قالوا فتره هتكون طويله اسبوعين ورجع. نفس الحال بالنسبه للشناوي اللي قرب يرجع يشارك في المباريات كمان مش بس التدريبات. فدي كلها امور جيده، فوجب الاشاده في الحقيقه بالناس اللي بتعمل مجهود كبير. دي قصه الاصابات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى عندي موضوع هتكلم فيه مع حضراتكم مهم جدا. يلا بينا. طيب قضيتين مهمين جدا بشكل سريع هتكلم فيه مع حضراتكم. رقم واحد، تصريحات متكرره ومستمرة من بعض ممثلي نادي الزمالك. آخر تصريحات كانت بخصوص كارتيرون المدير الفني للفريق، وهو مدير فني مميز طبعا ما حدش يقدر يقول حاجة، لكن الرجل على غرار ما يسمعه قال لك ليه اشمعنا الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية يعني. فالرجل غصب عنه بيقول كده لأن هو بيسمع مثلا إيه المنابر الإعلامية بتاعة الزمالك أو مثلا بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي الزمالك دون وعي، دون وعي يقول لك ايه؟ يقول لك اشمعنى الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ فده يا جماعه ده تشكيك واضح. تشكيك واضح غير مقبول في الامن المصري. بشكل علني اهو. هم بيتكلموا بشكل علني، يقول لك اشمعنى؟ ما هو الامن هو اللي رافض يا حبيبي. يا حبيبي افهم، الامن هو اللي رافض. فالراجل المدير الفني على غرار التصريحات اللي بيسمعها تمام؟ قال لك ما هو الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه. لا يا جماعه، كل الثقه في الامن المصري. ولا نقبل ابدا التشكيك في الامن المصري، ولازم اللي بيقولوا التصريحات دي يراجعوا نفسهم، لان كده غلط، كده ما ينفعش. ده في تقليل كبير جدا من الامن المصري اللي له كل التقدير والاحترام، ويعني حاجه جامده جدا يعني. الناس بتتعب قوي وعاملين شغل ممتاز في الحقيقه يعني في سنوات كتير جدا ماضيه يعني. فده امر غير مقبول. تيجي بقى ايه؟ ودي الجزء الاهم بالنسبه لي. لما الكابتن سيد عبد الحفيظ السنه اللي فاتت كح بس كده بس طلع كام برنامج كان مسخر لمهاجمه كابتن سعيد عبد الحفيظ، وايه اللي انت بتقوله وايه اللي انت بتعمله ده، وانت بتعمل بلبله وبتعمل فتنه وبتعمل شحن ما بين الجماهير، كح بس. طب نفس البرامج دي ما اتكلمتش ليه على كارتيرون؟ نفس البرامج ليه ما انتقدتش كارتيرون في تصريحاته؟ حاجه بالنسبه لي غريبه وعلامه استفهام كبيره جدا جدا. طبعا كارتيرون حاول يعمل بعض التصريحات النفسيه المقفوشه جدا، او يعني اللي ايه تخلي الواحد مش محتاجه يعني، ما فيهاش قدر كافي من الذكاء. اللي قال لك اصل الاهلي هو الاقرب للقمه، لا طبعا فرقتين تقال جدا 50-50 الفرص، الاهلي اقرب للدوري اصل احنا ما عندناش صفقات، التصريحات كلها وعكسها قالها قبل كده يعني. فدي جزئيه مهمه جدا. انا نفسي بس الناس لما تيجي تتناول موضوع ما يكون بمنتهى حياديه. لما تهاجم كابتن سيد عبد الحفيظ عشان مثلا قال تصريحات مش عاجباك، هاجم برضه كارتيرون او من هم يعني يتكلمون بنفس اسلوب كابتن سيد عبد الحفيظ لو من وجهه نظرك الاسلوب ده مش عاجبك، لكن ما تروحش ناحيه والناحيه الثانيه لا. فده امر غريب بالنسبه لي. الحاجه الاخيره بس هروح لفاصل الاول واتكلم فيها بشكل سريع، وهو موضوع كريم بامبو، لان دي كارثه بكل المقاييس. هروح الفاصل وبعد الفاصل هشرح لكم الكارثه عباره عن ايه. يلا بينا.
بشكل سريع جدا موضوع كريم بامبو. كريم بامبو الاول على المستوى الشخصي بني ادم محترم وجميل، وانا علاقتي بيه كويسه جدا وشخص كويس قوي يعني في الحقيقه. فموضوع النشاطات ده غصب عنه امر مؤكد 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 يعني. لكن الحاجه الاهم بالنسبه لي ان لما يبقى في سيل من التصريحات من طبيب الفريق فريق البنك الاهلي ويطلع يقول لك احنا كنا عارفين ان كريم بامبو خد ماده محظوره دون عمد من شهر 5 اللي فات، يعني والموسم في نصه الموسم اللي فات في الدوري، ومع ذلك كان بيلعب وكان بيشارك. فدي كارثه، ادي كارثه رقم واحد وكارثه غير طبيعيه يعني. رقم اثنين، الطبيب نفسه في ضمن تصريحاته كتير جدا في كل البرامج قال لك ايه؟ قال لك احنا خاطبنا اتحاد الكوره وقال لنا خليه يلعب مفيش مشكله. دي مش كارثه عاديه دي؟ يعني ازاي اتحاد الكوره عارف ان العيب بياخد منشطات وبيسيبه ويلعب؟ فدول كارثتين، حاجه يعني منتهى يعني مش عارف اقول ايه بصراحه يعني، هحاول انتقي الفاظي. فالدوري بتاع السنه اللي فاتت ده ما كانش فيه شبهات تحكيميه بس، او ما فيش كوارث تحكيميه بس، لا ده كان فيه كوارث تحكيميه وكان فيه منشطات وكلام من ده، واتحاد الكوره كانه مش موجود هنا يعني. فدي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. انا الوقت بيدهمني، سريعا هاخد مشاركه. طيب مش هنلحق ناخد مشاركه، ماشي. في كل الاحوال، في كل الاحوال دي كانت حلقتنا النهارده من ترند. الوقت دهمنا وما لحقناش ناخد مشاركات حضراتكم، لكن الاهم بالنسبه لنا ان احنا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته اليوم امام البنك الاهلي، وان شاء الله نشوف مباراه قويه على غرار مباراه سابقه امام نادي الاسماعيلي. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. سلام.